البداية من مكناس، حيث ترأس الأمير مولاي رشيد اليوم رفقة الرئيس المالي أبو بكر كيتا ورئيس غينيا ألفا كوندي افتتاح النسخة 9 للمعرض الدولي للفلاحة الذي ينظم إلى غاية 3 ماي المقبل تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس. وتسلم الأمير مولاي رشيد بهذه المناسبة جائزة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة التي منحت للمغرب لتمكنه من تحقيق أهداف الألفية للتنمية المتعلقة بمحاربة الجوع. وأشرف الأمير مولاي رشيد في المناسبة ذاتها على تسليم شهادات الاعتراف والاستحقاق وعلامات المنشأ والجودة لفائدة 8 رؤساء جمعيات وتعاونيات ومجموعات ذات النفع الاقتصادي.